ايتما ايتما سلام نيوش دمبارك غفوم سلام نيوش دمبارك فلكم يوسي لا يتفرج قدنا معروك منين لانو ساكم تصل محطه نوار قرن دي تلفزيون دزاير القناه فايت اوكز دي المناسبه تفاسكا تكشيشت تفاسكا تكشيشت اك منيني صح عيدكم العيد نكم دمبارك تفاسكانكم دمبارك تفاسكانكم دمبارشت ان شاء الله. السؤال لان معنا غيامات العيد ديقن وسان الا نترحم الا الغفران الا نربي يتصفى دي سولاون يعني ماذا بينا لان مدنا ان شاء الله هذا يكون دي جنوستان الا تلح من دي تزور مع بعضهم تزديني دم من تصفى ولا ونسن ربان دير رمضان ان شاء الله لو سقاس داسن دي سقاس الا تسند ان شاء الله يشمر غفنا الوباء والبلاء ان شاء الله همزت نتنوبايو ان شاء الله لان حضرا معنا سنة 40 لا يحضر معنا إيجن الفنان وضاضا ان نبدا سلف استرباع التمزوار الضيفة مزوار الضيفة مزوار الا معنا بو معقل ادريس الاستاذ بو معقل ادريس يعني رئيس جمعيه ترباعت رئيس ترباعت الوحده الجمعيه الوحده للشباب والطفوله استاذ ادريس اكنني تفاسك تمباركت كل سكاس ان شاء الله تكون بخير ان شاء الله. بارك الله فيك مطن احمد سيني كاع يتمنى الى تفرنج قدنا تفاسك تمبارك ان شاء الله كل عام كل عام وانتم بخير ان شاء الله بالنسبه يعني لاقدام رمضان يعني ني كاع ربي يقبل ان شاء الله هزوم ربي يقبل فلان ان شاء الله هزوم ان شاء الله لما كيتني البدايه تبارك الله فيك اسنا نتفاسكا اسنا غفر اسنا سامح بيناتنا ان شاء الله نطلب ربي ان شاء الله يسمر فلان ان شاء الله الوباء ان شاء الله ان شاء الله ربك يحفظ ما كيتني ذاك ربي يقبل ان شاء الله فلان رمضان ربي يقبل لازومي القيام دعاء من القران ان شاء الله ربي يديو الخير ان شاء الله يتمرتنا يتمرتنا الجزائر تمرتنا ورقرن تمران الدنيا تكاع استاذ ادريس يعني ما كيت ما كيلا نذكر باللي تليد رئيس تربعت الوحده للشباب والطفوله معليش انت واش ديك التعريف غير ذاك الشيء سل جمعيتو هاد الانشطه هاد الاهداف صح مالي بارك الله فيك ماطن احمد بالنسبه للجمعيه الجمعيه اسم جمعيه الوحده للشباب والطفوله تربعت الوحده للشباب والطفوله الاسم يعني الاسم هذا يلخص المعنى تهتم انا سوا شو ما كيقالش شبيبت دي مزان يكشيشن القومي كشيشن القوم كشيشن بارك الله فيك اي عمو اي تهتم بهم كاع الاهم الاهداف الاهداف هي عباره عن غرس الروح المواطنه لدى الطفل منذ الصغر يعني سقيتو داك الشيش تقول لي داك الشيء مو كبر ان شاء الله غرس روح المواطنه غرس الحب حب الوطن وحب الدين تاعو تسمى من الصغر تاعو يعني المبادئ هذه خص الدين نس ما كاين خص الدين نس ما كاين خص مرتص ما كاين يعني باش تذكر ان شاء الله ميقما ان شاء الله هذيك مواطن ما كيقر صالح ان شاء الله ينفع مزدغس هذه يقدم للمجتمع بارك الله فيك من بين من بين الانشطه لا الا تتقم في تربعتنا يعني جمعيه تنظيم المهرجانات الطفوله تسم الطفوله في كل اول جوامي كل عام تحتفل كاع تسمى العالم في الطفوله نشد احنا تقيق مهرجان الطفوله بعد نسيو فيه ان شاء الله في خضم الحوار كذلك ننظم المخيمات الصيفيه لفائده الشباب لفائده الوشول الوشول لفائده نقول شي نظام كيف كيف محمد لك جميل يعني نود الاهداف الاهداف العامه الاهداف العامه الانشطه ام وحمولك يمروا انزوا الشيخ ادريس ما كنقار ماس المجتمع نورغرن ماشي مجتمع القصر دي سكحن من العادات التقاليد نتفاسكا تشيش ما كنقار المعايده ماس نتمسكيده يعني داز ديني دا من زياره الاقارب ما كنقار نغركم الانشطه بس نتاع 20 ملاقان تاع 20 لحياتو ماذا بينا نسيو لك حفلات ربك يحفظ بارك الله فيك الاخ احمد تسمى تفاسكا عباره عن ما كيقار ديك نعيد ديك نعيد الا تسمى نتفقد سيس سوزوم الا نتوغي تسمى 30 يوم نزوم تسمى يا ربي تظلي تلقى القيام ربي يقبل كاع ان شاء الله ان شاء الله ان تسمى في اليوم الاول من العيد اليوم الاول من العيد في ليله العيد قبل قبل ما كيقرا تفاسكا ليله تفاسكا قال السنه مقارون رمضان تلاقي من كاع الوشول طاح المصلى عاده توجد المصلى تفرشت كاع
يتوفرش شيء ما كنا نزار تصور الشيء بارك الله فيك يعطيك الصحة ليامات المعايدة نتفاسكا تود معايدة حماك بعدين سيستو تونسي ولا سلم بعد من بعد حماليك خلاص من شي مرة صوت حماليك ستفاسكا ستفاسكا قال في المجتمع الوجداني الناس القصر الناس يعطيك الصحة هناك في ليلة العيد نتوجد ان شاء الله مصلى نتفرش كاع الوش المتطوعين بارك الله فيهم لجنة المساجد كاع تبدل كاع تفرش انا ما كيقارن مصلى ما يوقع دي صلاة العيد هاد الناس يمارون نسى ميزان تفاسكا لا يوقع دي صلاة العيد المغافرة ما سلم صلاة دينها اما صم صلى الله مش قاعد مغافرة مدين هاد مغافرة قاعدين العيد نص بعضهم يلقي قاعد يعزب قاعد ديما زهرن في الصف الاول ديما الاحترام والتبجيل ديما يعزبن بعد ان شاء الله يعزبنا الدس مقران بعد مقران الدس قال الكهول الدس وهكذا وهكذا قاعد يتسمى ميدان تغافر مع بعض من بعد السنين ان شاء الله هي ادفخن ادفخن قال ميدنا زون تغافر مال وسي دارين الا وشي تاع ما كقريد بتي تسني وشي تاع حتى تسني المهم لا للاقارب اني كنت العادة ثلاث بها الشيخ ادريس يعني بابا ميزواين يعني يتبي مع سوق ميكين باش ما كان قرا دي زيد من الناس يسن تسن بارك الله فيك لان ما كان قري مارو يعني سقوت تفك التكنولوجيا دي صح التفت خالي ويستين طرون وتمازين يا عمي ويستين طرون يتمازين يعني ديك المناسبة اللي انتبه ماذا بين العرفون القيم ليس بارك الله فيك تبها النقطة واحدة يا ام احمد الحقيقة ديك لا بعد نشي نتبي القمعة كيشن لكن يموتوا في المومو يعني ما للاسف شيء انت المومو المزور يعني قال سيرة الاقارب وتعود غير تفاسكا تفاسكا يعطيك الصحة تعود على الاقل قال مناسبات كل قال مره في السمانه يعني مره في الشهر على الاقل مي ربنا يهدى على كل حال ولكن ديك الحيتي السن تفاسكا يتباع صراحه تباع على الاقل ما كيتسناك تسن قال صلة الرحم مومو عميك مومو حتيك مومو بالك امك في الرضاعه وتمك في الرضاعه يعني ندود الهدف في بارك الله فيك يعطيك الصحة هناك بعد ان شاء الله المغافره الاهل والاقارب انظر الا واش تحت المقابر زيارة المقابر تسمى ديما عباك الا واش راس والدي توفى الا واش راس بهذه المناسبة نترحم ان شاء الله كاع سوالدينا ديتمنا كاع دين المعلمين الاساتذة كاع توفى ربطني رحم ان شاء الله في هذه الايام ان شاء الله العيد الايام مباركة ان شاء الله امين ربي يرحم ويسلم كاع بعد المقبرة ان شاء الله هناك العشيتنا تفاسكا تمديت بعد صلاة طاكزين العصر مباشرة يوقع ديس لقاء العشائر لقاء العشائر في السموارقن دي تسمى ثلاث عشائر عشيرة ألب ومعقل عشيرة آل بابا حمو وعشيرة آل عبد العزيز يلا. كل عشيرة ضم يتسمى مجموعة من عائلات قيمة يتسمى مع 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 ترميس تروان تعشيرت بصفة عامة هيتي ما تبقى لما سنتعشيرت أما استعشيرت أول يتعادى مغافرة الا واش يو تمني غير ربما تمزيكا الا واش يو تمني غير ربما يسكن قال في ما كيقدر يبعد ما كيقاس سقصر يتعود هذه المغافره ما سنت عشرت يتعود هذه المغافره بين كشي جندي عليك الحشفيت سنت يتعود هذه التكريم تكريم بعض الطلبة النجباء من أبناء العشيرة. يبها يغل يبها. تشجعني تسمى مثلا قال أن لا فامي سنت هذاك الشيء الله يباك يود معدل 17 18 أي توكر ما سنت عشير زين تسمى ديك تحيتي لنا. يعطيكم الصحة ما شاء الله. ربي يقبل إن شاء الله. إيه أم محمد لك. تون تعشيرين حمد لك. أنظن تليك تلقى النشاط يعني تقيم تعطيكم الصحة نغركم البصمة دي سما سن ورقرن ألا هو نشاط المعايدة الولائي ما كيس نقر إلا تنظمت تربعة الوحدة للشباب والطفولة يعني اللقاء الشيخ إدريس ما كين قر تقم المغافرة المعايدة أما سن العروش نورقا نقع تنظم تعطيكم الصحة منظرك حنتصور تاع القدانة في الناس الحمالي تصورت كيزا حمالك تين تصور لانت متعلقه بالمعايده المعايده السنويه المعايده السنويه حما كتبتها عباره عن تجمع يعني من كافة عروش ورقلة جميل كافة عروش ورقلة تسمى ورقن ربي ما كيقار يهابيت عروش مختلفة عرش القصر عرش بني وقين عرش بني سيسين عرش بني ابراهيم عرش مخادمة عرش رويصات عرش السعيد يعني ديك الفوسيفيسة ورقن كاع باش وانت تتحد ديك الفوسيفيسة الحمد لله ديك الرحمة يعني نيني رحمة الرحمة يعني ما شاء الله نمشي نفكر بكاك ام احمد يعني بدايتنا نفكر في معايدة مكتكو نخمم نمشي كافوج وحده افوج وحده ان لا يتسمى في اليوم الثاني من عيد الفصح ما كاين لا شيء ان شاء الله يا مويا قد اما شو قد سبحان الله ان لا يم يعني القدر بعضنا بعض بك انا عيد بعضنا بعض من بعد طورت الفكرت طور ميغا نزقي صغير القدر نزقي وجمعت السادسه وبالفعل ما شاء الله
نزوج شي يعزب بارك الله فيهم نريح مع سن استحسن فكرت تبدا تطور الحمد لله الفكر الحمد لله. الامارات فوق عباره عن معايده لجميع عروش ولائيه ما كنقر اجبرتين ولائيه سبحان الله ما شاء الله يعني الحمد لله. يوقع ديس هناك تكريم بعض الشخصيات من المجتمع الوردي بيق مقاصره ويصات تنكرم يقنحدوه اي واحد يقنحد يزد البصمت يتسمى مس المجتمع يقول القيمه مضافه يا مس المجتمع انت ما كيقاسوا زكا تنكرم غنى اكرم ما كيقول ربما يتسوى ذكر المتا عباره عن تلبيس العباءه ما شاء الله اصنير العباءه يمكن الزر ما مس نفوتو ان شاء الله تفوت بعض الفوتو ثاني اللي خطنت نمو نمو سير العباءه قاست اخفارت ما شاء الله نمشي الشهاده يعني نمشي كنت نقلت يعني ما شاء الله ما شاء الله يزد يعني قلنا ما كيقايك البصمه والله عمك قصنت مع الكوفيد نسال الله ان شاء الله يرفع لنا الوباء ان شاء الله يعني وسينا غد رسائل ورسائل قال ميت لي ما تقصوا الناس الله غالب الله غالب حتى اسقصوا الزر تيمار اللي معاك ربي يقبل ان شاء الله ان شاء الله نورمالمون يتسمى الوقت ولا معايده الله غالب ان شاء الله ربي يشمر ربي يسمر ان شاء الله بربي ان شاء الله نعاود احنا ان شاء الله ما زندوا لا نكمل الانشطه ان شاء الله الجمعيات انزوان نسلق احوف مع اكثر بعت بلابي الواحه يقلنا حو في اللي نبها بعد ندول الحوار ان شاء الله باك يحب. بسم الله بديت ديك سيدي ربي هذا سلام ما الملقى بيك ألم ولا نقيل يا عظامي بسم الله بديت بيك سيدي ربي هذا سلام يوم الملقى بيك ألم ولا نقيل يا عظامي ما الملقى بيك ألم لا نقل يا عظامي من الله بديت بيك سيدي ربي هدى أسلام يوم الملقى بيك ألم لا نقل يا عظامي قطاع النبي رباشك ما للغيتاش قطاع النبي رباشك ما للغيتاش كمال الغيتاش إلا مولانا يقين تا ولا ونا إلا مولانا يقيد ما ولا ونا بسم الله بديت بك سيدي ربي هدى أسلام يوم الملقى بيك المولانا قيل يا ضامي بسم الله بديت بك سيدي ربي هدى أسلام يوم الملقى بيك المولانا قيل يا ما الملقى بيك المولى نقل يا عظامي بسم الله بديت بك سيدي ربي هدى أسلام يوم الملقى بيك المولى نقل يا عظامي 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 يوسي الحقد يمارو لا تفرج جنغ او منيني لا كنغ المناسبه نتفاسكا تكشيش تصل محطه نوار جراند دي تلفزيون الجزائر القناه فيت اوكز نلا مع تربعت الوحده للشباب والطفوله مع الاستاذ ادريس بومعقل ادريس بومعقل نيود اجن النشاط الا يبها امج
يعني النشاط الا ان ما شاء الله يدي تسيغ غلب تبرتين الا ان شاء الله ماذا بينا التعم من تم ما تمرت نتزاير ان شاء الله يعني ماذا بينا كاع الولايات تنزر نغرس من النشاط تمو الا وهو العيد المعايده الولائيه اما العروش نورغرن كاع تنيدك الشيخ ادريس يعني راني نسول معليش انتو شد الهدف ان الهدف المعايده يود دبت الهدف اني الرساله التبرتي اللي تخصم تتصدم من خلال هذه المعايده. بارك الله فيك اماتنا احمد. اولا قبل ما نوصل الهدف المعايده يو نسوي لك حيت تما سيستوارنا ما كيتقول مع المعايده وما كيتبدا كنا كنبدا عام 2011 يعني فكرت تو غير تكشيش الفكرت والحمد لله يوفقنا ربي نكبر الفكرة تيمار قلت لا اخر طبعا قلت 2019 دونك اللي تسمى نقول في تسع طبعات للمعاهده سبع طبعات للمعاهده يعني الطبعه في تسعه ما شاء الله في تسعه ايه قصدنا كتسمع مع الكورونا دون يتسمى ربي يسمر في لنا ان شاء الله وبربي ان شاء الله يعني ربي يسمر تتقول ان شاء الله تتقول ان شاء الله تتقول توسع تتقول اخر طبعا 2019 يعني ما شاء الله هذيك طبعه لنا ربي يبارك يعني تبدا سبحان الله بشكل بسيط من بعد ربي اكيد ربي يزرو الخير اكيد اكيد ان يعلم الله في قلوبكم خير في قلوب الخير يعطيكم خير ربي يسقي يزرو ديس الخير الحمد لله استمريت انا كنت مشي قلنا برنامج خفيف حول المعايده اي ما كنت تقدس معايده تعود تسمى تبدا على الساعه 9 في اليوم الثاني السفيت تسنى نتفاسكا انا نشوف تسعة غبشة قلت تسعة غبشة هذا سيمارو قال ميد نسات السنة كي كنا جميع عروش ورقلة عندي تميز شين باش غني قال غير القصر واحد جميع عروش ورقلة جميل تسنت ترويصات تسنت سبنيتور تسنت مخادمة تسنت سعيد عتبة تسنت قصر ونسيوس قصر يعني ما شاء الله هذا السن قال أول حاجة نتغافر بيناتنا الساعة كت 45 دقيقة القيم ما شاء الله القيم ما شاء الله ديس كلمات مشايخنا ضيوفنا السادسه دوين المهم هادو شنو كلمات موقع مختلفه من بعد الكلمات ان شاء الله يوقع ديس ولكن التكريم تكريمات تكريم تخير خير ما شاء الله تما ديز المعايير وغير تقاس وقال خير لا انت المعايير انا معايير انا لجنه خاصه لجنه مكونه من الخبراء من كيقرا في الجمعيه صحيح من كيقرا نزار مي غنكرمو ما تيقول المجتمع ما تضرب الصمت الا يستمز المجتمع تشم دين ولاد الانجازات سي اللي هو مثلا سيفيس اظن سيفيس مثلا دين يعني انا ديك تحيت الا ما شاء الله يعني من بعد ناك التكريم القيم ان شاء الله كاع هاد السنتيني دوغي تينو دوغي تسمر تينو دوغي متى الا تينو دوغي تسند البركة تسمى الا البركة الرسول صلى الله عليه وسلم يناك ديما في معنى الحديث بيت يخلو من تمر وحليب تسمى لا ما ديك ان شاء الله عند البركة اكيد بارك الله فيك من بعد ناكل ما كيقر تيني دوغي نوصل الدعاء الفتحة الختام الكلمة الختامية ديما الشيخ ابراهيم رباط يحفظ رباط يحفظ ان شاء الله رئيس حلقة العزباء ايه رئيس حلقة العزباء هذه جنت الدعاء نبيها ما كيقال لك عند الصور التذكاريه جميل ما شاء الله نفترق ان شاء الله بالمحبه وبالاخوه وبال ما شاء الله هذه هي حمود ما كنا استاذ ادريس دبت التبرات اللي تخصم الصوت يمد من خلال هذا النشاط تبرات نات واضحه باينه عند ورقله ما كيقال تكون من فسيفساء عديده ومتعدده وفي الاخير تاع الدارمونيكن كاع دارمونيكن بارك الله فيك تيتو داتك صحاب صاد الخلاصي لان يعني تبع قاعد المولين باش غنى الفرق قال ونسقصر ونصر ويصات بالعكس ربي ما كيقار يحبا ورقلا بهذا الفسيفساء سبحان الله يقنس قصر يقنس مخدمه يقنس زبنيتور يقنس سعيد عتبه يقنس يسمح لي كان تغدي الشط عين بيضاء كاع قعوت الا ورقن حتى تكلمتنا كما كتب علمت اماتنا احمد حتى تكلمتنا دفيزا كل زكاز فيزا كنعرش ما شاء الله كل زكاز فيزا كنعرش ما شاء الله بالمناسبه لان فيزا في التكريمات الاولى فيزا العرش المخدمه فيزا العرش انا الا تخوني الذاكره سعيد فيزا العرش نقصر لك دو فوا ان تروا فوا سبحان الله يعني الكوفيدو كناك سبحان الله وين الزنك من خدامنا يسمح لنا القوائم ان شاء الله نغنى القوائم بربي ان شاء الله كنا كنطلب ربي ان شاء الله ان شاء الله هذه سمر بي الوباء وبربي ان شاء الله نكمل في هذه المسيره ربي يوفق يسنا ان شاء الله امين بارك الله فيك استاذ ادريس اللي قلنا برنامج ثاني تقي لجمعيتكم الا وهو ما كيسمى قرر احياء
بعض الورشات يعني اهتمام بجانب الطفوله اللي ما تنتفسكها صار اليوم ما يزارين اليوم فايت سن تقمسن يعني يغلب الانشطه يعني يغلب صح. الورشات ماذا بينا تحكي ديك حفل داس ربك حفظ بارك الله فيك الاخ محمد. بالنسبه لنشاطنا تربعتنا الوحده للشباب والطفوله تربعتنا وحده للوشول القوم كان ينيت يعني باللغه الامازيغيه ينصح ذلك السن فايت سن نتقيك المبادرة عند متى انت حاسي تسمى نتوجه نقوم كشيش غابصة ما كنا نتغبل مع المعايدة مع عيش علاق دلواش ولون ضق تمديت تمديت نسفيت سنة مشو تمديت انت حاس نقوم كشيش انت يمين نمصلا كيمين نمصلا انت قاسن ورشات ورشات مختلفة الورشة ميزارت الورشة ورشة الرسم الورشة فيت سنت الميكروفون الذهبي الورشة فيت ثلاثة ورش الالعاب التقليديه انت قلت ما سمص الدين اي تنيد متى الهدف من هذه الورشات لا الهدف من هذه الورشات انا نستقطب نستقطب هاك شي سق صغر صح اش مت قلت ورشات ما كيقارن الرسم هاك شي شتو تروقت اللي تخربيش ما كيقارن شي العاميه اللي تخربيش لا نغنى الملاحظين ديال الدور على القاده انكشاف على الدور على المسدين هذا فيك شي نغ سبحان الله موهبه الرسم اتبين سق الوقت نيا سبحان الله السرسن ما كيقارن في النادي خاص بالرسم هذا عاد موهبه بس عاد تنمي ماسك بارك الله فيك تبعها. نفس الشيء بالنسبه للميكروفون الذهبي حتى ذاك الشيء صعيبه كيتفك الميكروفون لان الشيء اللي نش حتى ديك غير نش المسكينه مني بصح حتى ديك ربي يسجد كروجون ما شاء الله ما شاء الله وني استقطبتي ما شاء الله استقطبتي انت لنتويت ما كيقرنا نكون ورش كل ورنا المجموعه الصوتيه هيك هيك حش هيك حتى فد من هذه الورشات نتلقى نوادي نادي المجموعه الصوتيه نادي للرسم ونادي للالعاب التقليديه وهكذا ذلك يعطيك الصحه يتسمحد الشيخ ادريس يعني الوقت داك الشيء بارك الله فيكم يعني قال الانشطه اللي تقم دي سنت اللي تعفر دي سنت ربك ما يحفظ ان شاء الله المرت فيت انت كنيني تفسك تنبارك ان شاء الله عقبت ان شاء الله ربي يسنا مرقدكم ان شاء الله دواسي الا يزار قدنا ان شاء الله امين ان شاء الله انزوا ان شاء الله قبل ما ندس الضيوف في ضنين انزوا ان شاء الله اللي قن وحوف الفنان احمد شكالي صغر من انجانت اسنسل ان شاء الله ادندو ان شاء الله Yeah.
ايتما يسمى يوقع وسيل للحقد غرنا غيمارو اللي تفرج دجنا غيمارو او منيني الا كان غنو ساو مثل المناسبه نتفسكا تبزان تيني تفسكا تكشيشت سلما حطت نوارك دان دي التلفزيون الجزائر في القناه فيت اوكز يعني القناه فيت ربعه لان حضرا معايا ايمارو سنين جيون الا نسنورنا نغ البلاطو الله يبارك سلمناسبه نتفسكا تكشيشت لا معنا بن محسن شدا بن محسن شدى الإسلام ديكة ناشطة جمعوية أمنيني تفاسكا تنباركت كل سقاس ليد بخير إن شاء الله تفاسكا تنباركت في لكم قاع المشاهدين قاع الناس نوارق زين إن شاء الله إن شاء الله ربما يحفظ إن شاء الله إلا معنا الأستاذ القدير غني عن التعريف أستاذ فنان محلي الفنان ورقلي عباز محمد كنيني تفاسكا تنبارك ان شاء الله كل عام انت بخير عقب انت ان شاء الله ان شاء الله تفاسكا تنبارك تفلنا دي مسلمن كاع واش اللي تسلنا زاز نوارق لاز غار نوارق ان شاء الله ديني ربي يعيدوا علينا بالخير والبركه ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربك ما يحفظ ان شاء الله ما كي نقار يعني البلاطويو ولا منور سينجيو لنا يعني ضيوفنا الا انه شن ديك القيمه مضافه يعني وهو غير ادنوي مدن خلاص ادنوي يقن الا انسفت سيس ادنبي سيس تطفي الا ان يسكن بتا اللي يقول حياتس بتا اللي يخدم ان نبدا من هذا الكلام من خلال الكلام ان نبدا مع شذا نور الاسلام يعني شذا الاسلام ديكت نشطه جمعويه يكتي لان تعزم اولا نتعرف فيك حي الضيوف تعزمت تعزمت إدارة الأعمال والتكنولوجيا نورمو أما تكمل دي عزم في مصر في أمريكا الله يبارك في مروت اللي يعني اللي تخدم دمس من دبي ربا دي بارك جدا إن شاء الله ربا دي كمل نتسات إن شاء الله وجر يعني نغركم إكت رباع تيني إكت الحاضنة ما كان قر يما نذكر الاسم تشكنيم متعلقة اللغات الأجنبية التكنولوجيا دينين مدى بينا أنت سيول ديك حفلات نصح مالديك تربعتنا انتروجكس سميتسنا انتروجكس متن دك متن قلت تربعتو الى الميدن الى الشباب نعزم ميدن اللغات نعزم ميدن التكنولوجيا التكنولوجيا يمارو ثلاث 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 كاع طابلاص ماني تزويد انت تثبت ماني تزويد اتفد اتفد التكنولوجيا المدن مدنا مدنا كاع لازم 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 ادفن ماني خايت ماني خايت خايت علم التكنولوجيا تحت حياتنا نمشي مع مع انتروجيكس مع مع كاع المدن انتروجيكس الفرقه الا معكم الفرقه الفرقه الا نستن بروجرام يجن بروجرام اباساكل المهارات الخدمه المهارات نخدم نخدم ايوه مهارات نخدم الانترفيو دمتين السي في الحياتن كاع حياتو اباساك مدن وعز من الجامعه اش ان شاء الله الا خدمتني الا حياتو ادي سن لا يغلب نقوم الا تنتفد عز من الجامعه بصح غير باش ديري كن السي في ما كيتقرض ديني السيره الذاتيه ما كينقر واش انا تاري بالعربيه وما ادراك ما سكت اللغه تضط ما كان قر يعني شكني يعني ما كان قر تجتهد في هذا الجانب باش نسكن ما كان المهارات الا ابعد نسي السي في نسكن المهارات والمهارات نخدم مهارات اللغات اما ساكن المهارات التكنولوجيا ثلاث حياتو التكنولوجيا استخدام اللغات اباسك 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 ان شاء الله ان شاء الله يقن خدامين يقن الى نخدم ولا مع مدن انترناسيونال وغايد غايد نزاير واني نوركري ولا مدن انترناسيونال ليسن سوال يعني اللي اكتسبك في المهارات ايوا مهارات البريزونطاسيون يعني مهارات هذه قابل سيس نمد ايوا ايوا يعطيك الصحة كاع حياته انك لانتروجيكس يعطيك الصحة اسمها لانتروجيكس انتروجيكس اصلا زوال القضية تعريف الجمعية تقول الاهداف الزبتة تشيد انا غد الانشطة يعني الاهداف ما كيتني ذاك باش نوبا ان شاء الله لواشون لينيون اميزو ان شاء الله العالم الشغل وتفنك الصعوبات يعني العراقيل سات نسي لا نزر مدن لا نزر مدن لا بزاف الصعوبات ادوين الشغل ادوين غادي الشغل ده صحيح وغاي الشغل غيخدم يخدم صح يخدم غادي ده صحيح لا شيء مي غاكيس يخدم الا بصح مدن ويشن غادي
تاورتي لا انت تنسيس اللي يخدم لا شي لا شي تينيسان تاور ايوا لا شي تينيسان تاور يخدم لا بصح تينيسايو ما الا تينيسان نمشي انتروجيكس الا وشاش غادي وشاش التينيسا شتاي تينيسا ايوا شتاي ما كيخدقا شتاي ما كيخدقو ان شاء الله تلانترفيو تتكلم هذا الاحترام السي في السي في شتاي ما كي اوريغ السي في شتاي امني مالا غير حدايك تينيسا زدات بيا في الله ناكم الانتروجيك مي تبدا الفكرتو يعني مش نغرس الفكرة ده السؤال لا يعجبني الفكرة تو خمس سنين الفكرة تو مع الجمعية تنتين مع جمعية نقودة الشباب سل الجمعية وانا اكتكت المشروع ما يمارو الا ما شاء الله يعني غادي الشركة غادي نسمو بصح خمس سنين غي 20 يمارون لا 180 180 مشارك أما سنورغن غير ورغن إن شاء الله عاد نكشبا غادي البلان الأفاق إن شاء الله هاي واحد الأفاق بس إن شاء الله أتبقى في الجزائر قاعد زي إن شاء الله وطنيا شو مثل الغربة تيمارو يعني ديما إلا التواصل أكيد إلا التواصل معاكم أكيد هاد تكنولوجيا يعطيك الصحة ننا يعني تربعت منكم كان غرسك حنا نشاطات تمس جائحة كورونا يتلا يعني تخطى يتزغت لتقول إن شاء الله ربطي شمر فلان إن شاء الله إن شاء الله كان غركم يعني. مكح الأنشطة باريزة إن شاء الله دبتك الأنشطة كان متقمت نصح الجائحة كورونا أسقسنا سنطين نخدم غاد الابليكاسيون اسمس أطبيب اسم سطبيب ما تخطنت تصور لي فوتو لانتيك حزعمات اللي تحكي انا سطبيب لا بينا تخطن لي فوتو تنزر الميدن صح واطبيب ستكركل انت اطبيب وهو الطبيب اني الحياه اطبيب ستكركل انت غادي لوميتسا ايوا لوميتسا غادي مام ان شاء الله نزر تصور داس المشاريع المقاولاتيه اللي تقم من جهه ما تخطن تصور لابليكاسيون ما طبيب ايوا اطبيب اطبيبو لابليكاسيون اكت لابليكاسيون لي زابليكاسيون اللي عندنا في انتروجيكس لابليكاسيون ميدن قاعد تلان بلاي ستور الابل ستور ماكي جن يكشب شارجيت بورتابل ماكي جن يكشب ايفون اني با سامسونج اني البلاي ستور ادي جمر ادي ديس هو اللي يخدم السيس ادي يخدم السيس متى خايق لابليكاسيون قبل ما نزول لابليكاسيون ماكي تقول ياسن فكره دمم صاحب الفكره نشين قلنا صاحب الفكره نشين صاحب الفكره كشبا ميدن بابا ولا طبيب كشبا ميدن لا معروف سنيني تفاسكك تنبارك ان شاء الله محسن. ان شاء الله قاعد طبيب وقت الكورونا يلاقي ستريس غادي ستريس ازولوك الناس كراس السبيطار اغلب مدن السبيطار لاشي يعني لاشي الوسيله باش عاد نتواصل مع الطبيب ايوا باش نتواصل مع الطبيب مدن كاع تبدي الوسيله على قروي جميره باش غادي يوض الطبيب ما كيتني داك مهمه خطيره ايوا انا مدن كاع لا ستريس مدن كاع لا وشي ما تخيدقن الحياته نمشي نقرا ميغا كيس ونقا الابليكاسيون ميدن فاتشان دا طبيب نمشي كشبا الحياته بالك الكوفيد بالك هو الكوفيد وشينا الا يقن تيست الابليكاسيون الا يقن تيست تكتب كل حاجات الحياه بزاك عندي الاعراض باش تريد كاع الاعراض الا نغرم باش ادي بان ايوا ادي بان تيستو غير الابليكاسيون اتشند تليد الكوفيد بالك الكوفيد يعني هو الكوفيد ومن بعد كيس من الابليكاسيون يا اتكلم مع الطبيب اتسول مع طبيب سبيطار يعني اتسول مع الحمايه الحاله غادي يعني البرنامج وين الابليكاسيون يديس جميع المعلومات ما كان قار جميع المعلومات المتعلقه بالكوفيد كنصائح يعني طبيه ما كان قار نصائح طبيه ومن بعد كيس كاع
الباز دو دوني لطبيب نوركرن، طبيب نوركرن كاع تخصصات، طبيب نسبيطار لو هو غير ورقرن لا يمزد ناس يمزد ناس يتين يعني الله يبارك ديك التطبيق الا لا يغلب يعني غير ميتو في الشباب امو تفكر نمو قالوا نعزم وخلاص نعزم باش نطبق نطبق نعزم باش نبدع يعطيك الصحه نبدع نخدم ثاني نعزم نكمل نبدع عادي يكون غير سيكن الشغف ديك الون يعني احييك بارك الله فيك يعطيك الصحه انداني نخص ان شاء الله شبابنا ابعد من الجزائر ان شاء الله من بعد ندولا نكمل معاه الحوار انزور الفنان الفنان عباس محمد قبل ما نبدا معك الحوار واش انا تسعك طلع الديريكتور ربك يحفظ ان شاء الله معليش يا زارع الريحان حول خيامنا لا تزرع الريحان فلست تقيم يا زارع الريحان حول خيامنا لا 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 لا, لا تزرع الريحان فلست تقيم لا تحسب كل من ذاق الهوى عرف الهوى ولا كل من قرأ الكتاب فهيم ولا كل من طلب السعادة نالها ولا كل من قرأ الكتاب فهيم لا تحسبوا كل من ذاق الهوى عرف الهوى ولا كل من شرب المدام نديم لا تحسبوا كل من ذاق الهوى عرف الهوى ولا كل من قرأ الكتاب بفهيمو الله الله يعني غير صلحوا حضوركم ثلاث سنور من الحالات انت كملت الاداء وربك يحفظ ان شاء الله انا نبدا معك الحوار ان شاء الله كنيني المره فاتت صدقني تفاسكك تبارك ان شاء الله استاذ عباس محمد يعني فنان قدير مس قصر ورقنا مس ورقنا تطمرت الجزائر لن يغلب مد سناك زرناك التلفزيون زرناك الاذاعه نعم. تغني الله يبارك لي تمثل ورقرن من خلال هذا الفن الرائع ما شاء نعم. الله تيشغل من الرسائل نعم. يغلب من تبراتين من الصح ولسن مسيرك الفنيه ماذا بينا نتعرف هذيك تحس المسيره الفنيه مارو دنيتو دي شغل من حياتي ديس يا خبيان ديس تعب ديس شقا ديس اولا قداش يبها ولا قداش ويبهي بصح شك زرسك انت واش راك من تكون يعطيك الصحه ويجيش فلان وفلان ولا يهبط لك من مستواك ولا يهبط لك لا ماذا بيك شك خدم كي تسندي ماك من تسلسل دارك قلت لي خدم مانك تكل تربي تيقول تكل تربي تيقول لحيتي بهان اتقى لحيتي البهين ما نديرهاش يعطيك الصحه وتقى يعني ما كنقارنش ساقا بديغ لا خصنا ما تلاقتك يعطيك الصحة. شنو سوزا كنا المنشد كنا تقصد عجب غاسي ميدن الحمد لله ونغري البصمة ما كاين قارت. لا. بعد أحولي حول نغني نتكار كنت يعني وفيغد الفنانين ليش يغلب؟ لا. تزودنا الجزائر تفد ما شاء الله، تزودنا نهارنا تفد ما شاء الله. وقي ولاد دا غني لا ناني غادي لا غني لا ناني ديس الفايده ديس الفايده نعيد اغاني وكاع بحال ما كيقار ماك حد داني لا يخدم بصح شوف يخدم ماذا بيا الاغنيه تنتقار كنت اشوف شي ندمي بها ما كاين قار لا تنسى غني انا غري مره تقريبا اكثر 40 اغنيه الله يبارك روح كل سلي انت لا ما وتحشمد لا معاي تماك لا معانا الناك لا مع كذا اشو ماذا بك شكيت ديما نقدا فنان لازم توجد الحيط تصوري تبهاع الفنان دابا انت الفنان اول حاجه اخلاقك ربك يحفظك الفنان ثاني حاجه خلي الاخلاق تسول في الله كوكيتش كتسول في الاخلاق وزيد بزياده دام قابو نادم قل حسابك في اي مجال خيرك تكسب الحسات تكسب القزاع تكسب الحياه ما لا شك الناس يا جبل ما يهزك ريح لا شلا خصنا ماني ود متى
تكل على ربي اصلحاتي الطاوني ويقول انت ولي يقول اما تاوي تاش وما تاولي ما كانتني داك صلحتي طاونك تيقول وتود نانيت لي ديسمار نانيت لي ديسمار وديس تحال النار كي كتلميز الثاني استاذ محمد يعني اغنيس شذا حتى في اليوتيوب اغنيس ويتوم اللي ما شاء الله صح علاه سبحان الله بياك انت نيتس بلي لا صوت دي سيغن ميساج صوت دي سيغن هدف يعني عندني لاني بها زعما ولا تسلدس مرتين ثلاثه دينين وتمليت سي سبحان الله وغير غني وخلاص هو غير غنى وخلاص ما كيتني داك يعطيك الصحه يقن السؤال بغيت نظن ما كاين قار على الزويد نغنين تقرقنت يعني الاغنين الامازيغي وتزويد مثلا نيقن نيقن ستيل وضاد على على بالذات الاغنين تقرقنت ها انك اوه انك ويتيلي ساقليم جدايا داي في غر لازم الخدمه الخدمه ديما الخدمه تراثنا حسب المتوضي قرك يبدا بوجهه حاش انا الشمار انا خاصو غادي ننتقل انا كتب بلاصتي ديتي الحيط هذه الخدمه التراثي هذه الخدمه يعني عساك نشينا عائله فنيه حقوق الى نبيغ شغلاتي الحيط عمي عباس بودرهم معروف عمي ودحمان ما شاء الله الصوت الصوت الدكالي الا الشولي ديك الاختلاف يعني عائلة فنية عريقة ما شاء الله يذكرهم على خير أمين عمر أمين. الله يرحمه أمين. حمادي كانوا يعني عائلة فنية يعني هو قال الله يبارك نفقد ما يعني سبحان الله تفقدت باش تكمل المسيرة تكمل المسيرة يعني وإبراز ما كان قرر التراث الورق اللي التراث شو ناكل حيت تنفع المجتمع حاجه وتنفع المجتمع الله لا يوصلني امين ان شاء الله ان شاء الله مادام لا الخير نسعوا فيه امين ان شاء الله هروح الالحان ديوال الكلمات ممكن تخيرني ممكن تنتاريني قال والله وحدي يعطيك الصحه قال وحدي سواء الكلمات سواء التلحين مش متقرر قمني يعني نشني سقب دي الفن وداغن يود متى قال الكولوارني وحدي اشو ما يتسلتني داوي تاود عباس محمد يعطيك الصحة تتفهم بك لا وقيل هذا لا تطلب اصلا منك وحدك كما نقول ني وغات الامارو ما يتسلل كل اغنية باين ها من المكتوب يكتب يا ربي بلادي الجزائر اولنا والدينا اولنا وكل بكلمات المكتوب يكتب يا ربي وما نتسلل ديس وبعد نسمع ديك ان شاء الله انا رزق حروتين المسيرة الفنية من بعد زندول من بعد زندول المسيرة الفنية انزويك حنا نعادتو التقاليد نتفاسكا ضغافر مسن القصر نورقن يعني تبت هاد العادات التقاليد نغافر المعايدة مسن القصر نشاك عقله يعني سبعينات دمتا ساكتكون ولا وندولا وماشي ولا حكي غاك ايمارو ربين هدا امين ان شاء الله بكري اول حاجه بكري عقل غاس غادي وتتيد اذكر دغابش حتى في التيزنان بخنت شوارع نضفنت ايد شوارع كاع ينضفوا فيه سبحان الله نيت تو تفرد الكارتيس تيدي تطفر الكارتيس كل ما كيك تطفر ايديس حتى في الشارع كومبلي تي تبدا ندير سبحان الله نيتوايا الا ثاني حاجه بكري قالت فاسكا قالت انني اتصم الحيط وترتي حين ما زا خويا زي يحاتيك اخويا زي تلجارتك اخويا كاع بدر كاع تمضان الا هاد مضان كاع ما تسخر عمر ما يطلع عمر ما تستوى تبغى يقول ما طلعت كيدي سيلي سنيت اللي تعيش بالدوز هناك راه تعيطني ديمار ولا نقارنا كوياس نديك الاذى كوياس ديمار يقول الاذى غادي اما كنا المكتوب يكتب يا ربي انت تاوي دام محمد ولكن بعد نكمل هول لا قلنا يكتب لي الميكروفون معليش يكتب لي تما وجد اختي ناني لا تحكني لي مات مثلنا الوالدين المو اذكر ما بين الورات وربي يهدي ربي لي صفا صفا امين امين ربي لي صفا ولوند لي ما تنتفاس كاد لي ما تلعوها شهر ان شاء الله السقارق انت ايه قرغس لا اله الا الله محمد رسول الله الوالدين مدنا ربي تروي وين لا تنغن على جال الورد تديد الدنيت ديت ما عادني من سنيا الوالدين زوانا ربي الوالدين زوانا ربي تروي وين لنت نغان على جال الورد تديد الدنيت ايت ما عادني من سنا إجن يبيد لفصات دودي يبيز كنت الدارت
ضدد مسكين ضدد نويبي ولا شريال والدين متنا ربي تروي ويلة نغن على جال الورد تديد الدنيا تديت معداني منسنا الوالدين متنا تروي ويلة نغن على جال الورد تديد الدنيا دايت ما عادني ما نسنا الله يحفظ ان شاء الله قعوتي الوالدين سلان درن سن يضل يطول العمر نسن ان شاء الله يبارك ديسن واسي الوالدين سلان ودين تمرت ان شاء الله اتني يرحم ربي ان شاء الله يسوسع في السن اندول نتمنى شهاده الاسلام ماني نوض ساعتين نوض لابليكاسيون اطبيب باش اميني يعني تبدي مسورقن يمارو ماني تليتي وضم الله يبارك ندير سوارغرن طبيعة الحال سوارغرن يمارون لخمسة الولايات الله يبارك ورغرن تقرط غردايا دلواد الولايات الجنوبية الولايات الجنوبية يعني تبدي من الأقرب الأقرب طامورت بعد الجيران أولى في المعروف المعروف أولى في المعروف يمارو إن شاء الله إن شاء الله نكمل إن شاء الله نكمل كاع الجنوب ميغا نبدأ الجنوب الجنوب اختراكش إلاني قلت أمراض سبيسيفيك الجنوب د العقرب د متاين ولا ولاد الصيف اللي هي الحيات النصائح النصائح د طبيب سبيسيفيك غير الجنوب غير الجنوب ف الا الاشعارات النوتيفيكاسيون هادي مدن كلا الاشعاراتو كاع ابسك الحمان يعني الحيات يعني ضغط العقرب زعما كاع يعني لن يتعلق ما كي فهم اللي يتشري لنا غرنا الجنوب تيغور دام تيلفسي وين اللي هيتو يعني لان الحشرات اللي مؤذيه يعني تشم فلاس النصائح ديني باش مدنا ادر بالضبط الا الطلبه نتعاون مع الطلبه الطب جامعه قصدي مرباح نوجه لنا تحيات فاسكاد ماركت فلاسن الا طبيب معنا طبيب صوالحي دكتور صوالحي نسلم فلاس فاسكاد ماركت ان شاء الله فاسكاد ماركت الا كاع ليكيب دا طبيب ايكيب طلبة تكنيك اللي اسمه ليكيب تكنيك قلنا قاع المجهودات مع بعض الا يقن بس كي يدير المقالات النصائح الا يقن بس ادي فيريفي المعلومات الطبيه المعلومات الطبيه لحياتنا ومن بعد الا الديزاين يعني التكنيك يعني الحياه الانفورماتيك يعني يعطيك الصحه يعني مثلا لابليكاسيون مادام توسع من خارج الولايه اكيد تحتاج من بعض العناصر ما كنقر الاطر البشريه الا ندعون باش تدبين المعلومات نطبيبني لنا مزاغ ما كي تقم الفكره يو تيغور نصح نصح لا غادي نتعامل مع ميدن مع ميدن ولا النشاط الجمعوي نكشب ميدن دعاونا ربادي بارك ربادي يحرز ان شاء الله ومتى الا ولا تلاولا مديريه الصحه نور قلنا نشكر مدير الصحه يعاوننا يكشب الكونتاكت العلاقات مع الولايات الثانيه لان يتقرباكم العلاقات بالضبط كاع الحياه مع بعض الحمد لله يمارون لخمس الولايات ان شاء الله وش يديك حل الاستجابه للمواطنين يتطبقوا اسكو يدي الاستجابه الاستجابه التطبيق مسك شفنا التصاور نقل الحمله التوعويه قلت الحمله التوعويه يو تلا مع الناس بس كنعرف الناس شتاي ما الا تطبيقو نكتب لاباج الفيسبوك لاباج الانستغرام ميدن الا الامزارو مع الكوفيد مع هاد الحياه ميدن لان ومن بعد كيس ولا يمارو نكسب يعني الناس ولا لا شي الماسك لا شي لا يعني نتهاون النكح ما كان قاري لازم تحاول تهاون النكح ولا مع لابليكاسيون يكشب ميدن غادي يمارو ولا غادي ولا نحرق حراس ما كان قاري ايوا ولا الحراس نمشي يمارو دفاسكا اش دفاسكا نقارن ميدن كوفيد اللي لدى هذه حافظ نسيما نسن
هذه الكمامات سرتو يزعلك تدارينا يمقرن الا يتحنتنا دي دباباتنا جديتنا ما كنقر يعني نستحفظ يحفلاسنا على الاقل سنوش ما كنقر لان يزعلك لان تنمرت انت الله يسلمك مستهدفين ما كنقر اعطيك الصحه اعطيك الصحه بالضبط هذه تيليشارج هذه لابليكاسيون يشوف ما كيقن يكشف يقن الاعراض يعني غير الحيط هذه يحس يعني وهو غادي دا وحدي هذه يتكلم الطبيب يعطيكم الصحه ربكم يكمل نتسات ان شاء الله يبارك يدنكم استاذ محمد عباس نيوض ما كاين قار بكري ما كيتني داك تعقلد كان يعني كل قن الحتوبات تصفى الحتوبات نتفون الحتوبات نسن من بعد ظليت نتفسكا توقع ديس ابغى فرد داعيه بكري ماذا تقنديح قال اني مي دول مدنس سامزقيده لا ايد بابا توبلي يعني ما كاين قار تحن ديريكت ني الوالدين سن لا ازوانا تزور ما تزن قارنا كيس قال قيناكم مانيني اشو تاعيت مع تراويكم دمنا اسن تنعيت ما كان قار يعني امشو ما كان قار قعد ليه من تدار تجعلكت الله يبارك كولد ليه من تدار تجعلك واش ويزر يعني حد في شحال يوم يعني شحال شهر تاشو قاع نملق قال احكم قال اني ما تدقيد معاتك ما تدقيد كذا ما تدلقوا من انتيرار يقن جوع ما شاء الله ما شاء الله ما الا يمارو الجوع يمارو الجوع نسين ملا غزارة يقتل ما يكون قير الافان يعني يقتل نبله يا ربي ماك حد يمارو لا قيمه فيها بورتابلس يتزن سبورتابل كل شيء زوا والله العظيم كل شيء زوات اللي مع البورتابل ما مع البورتابل ما لا شي حكا وديك تريسالت واش انت والله يا ودي باش ادنا الركح يا ودي بابني عند البورتابل ما تاكلنا انك خيرك قادر بورتابل وكيش درغر ايوا سبحان الله وتكثر سي سعودي يصار سبحان الله هم العلبات في الدخان تاع الدار مضر بالصحه مدن انت الساغي اي ثمن اللي يستغ الدخان اكل الايطالي يستغ عند 150 الف الباك خاطر الفساد تليفون كيف كيف خاطر الفساد ياك واش قال ميتها البرك زرك حمين زوانا من زوان هني خان قيم يقن فيلم من فارزين يقن السهر تتقور لا نعيا لا نمل صح لا سميتو ميتو دفنت مسجيدة يكحبرك الطالب يطولك ما يتغناكم وخاي خايني سنزدنا لسه لا خمس دقائق قولي إلا ما كنا كي قلنا إنك أدي وتي قلنا تورت أتكرتز لتستجيب إلا صح ربي يقارك الصلاة خير من النوم وتكرت ربنا يهدى إن شاء الله ربنا يهدى آمين إن شاء الله تين أمم العيوبات وقلنا أنا نفاق في اللسن صحاتك صح وقلنا نفاق فونتا أنقم الشوارع تاني اللسن فلان تعقب تاني ميسن فلان يزود تاني طمطط فلان دول ما كي كنا يا أستاذ محمد يعني من خلالكم ثم من ابهام يتصادف الضم قنضيف هذه عاد تشتي براتين تشتي نصائح يمدن بها كمارو لقن العصر الغفله والله اما يبها يقني تفكر يقني تفكر امي مارو شاد تفكر دمدن ديك الحيت الا ما شاء الله يعني تنش داك الشيء بصح وقت قيم الشوارع لا لا غزري غير الدار تفدي والشر يخسى ما تخسنا يسلني مارو لا هكا داير رب العالمين بصح تفدي والشر متى لاش ما تقد قيم لي قلنا مش كنر مامو تمز قيديك غض البصر الحيط المهم ما تزريد الحياه ثم تفدي والشر ننقم ناس لا تزمر طايز وتتعقب معانا الناس لا تزمر الركازات يقولوا عاد والله الا شمي يزري غير نسي انت تمضو سكا يزرو ميد نقم نخوخ ما تشر والله ناس تمضو نسادي قول انت ساتي شم لحق الدفن ويفادي ادي قول معاس صح صح والرسول انك واعطي الطريقه حقه الا رباني هذا ان شاء الله يبصر الناس العيوب تاع اسمه دخل فق انفق العيوب تنفق الحياه سيتش العيوب الا نكمل نبنى مزغنا يعني امي الله سبحان الله مزغي تبنى اخلاقيا يعني روحيا اخلاقيا اكيد الحياه ضدني ندس النعاس يعني اوتوماتيك ما ودي يقول النعاس ما كنقر والله استاذ محمد عباس بتنتو شدي قنحو فيني اقنا غنيه دي عاد سلمونا سبت نتفاسك هايني اقن شطاي للنس الفال يعني الفال من الخير الفرحة ان شاء الله يا ودي مارو والله ما دام يوقف ني راكو خان من سقدك اشوف لك يا شوف والله مارو الفقي الفايتاني ني اغنيني الحيت مارو والله الحيت دام تحس راسيد سيك الصفاء نولا ولاش لا اش مش على هاك الزعاز قيتو على حسد غاك على
مش والله ساعات مزرق حد يقول حيتين حيت تخيل ما تقرا ياك نستليغ والله قرنك ميد ربي واش نغد ما كازوجي ربي واش نغد ما كازوج مش والله ما تقرا قرغس يا ربي كمل اجل الخير يا امه محمد سبحان الله الحمد لله ربي كيكملوا جار حما قبل ما ياخذ الوقت باش انت واش دي قلنا حوف ان شاء الله الله انت زهيد شي الميكروفون ربك يحفظ ان شاء الله لكت نغني تاعني واش دخلت تحك دغ وتي وغنا الاستديو خلاص ماذا بيا دي حد دائما دائما ان شاء الله اتندشن دائما صح ان شاء الله دائما ينصح ربك يحفظ ان شاء الله قرغس آي اللي سل نغري سل نغري يا غس ولنا النام دبابام آي اللي سل نغري يا غس ولنا النام دبابام تنين أقنان أقنان عد بن صهر مفلان لاش يا من النام تسع شهور انت تصمرام لاش يا بابا مسكين يتعب يخدم فلام ام صحا طع الوالدين ما تدقيت وحدي تتنسي لي دجنم الاعلام ما تدقيت وشديمت أدند من الوالدين ولا تشمينا متي الحقين ربي هذه هدا ان شاء الله امين ان شاء الله وكنا وانت مليت قدك ربك الله ان شاء الله انزل الوقت اللي غالب ودي يعني غيرك قيم منكم ذي حضاركم ذا يعني ديقنون دازع لك ربك ما يحفظ إن شاء الله يكتكيل كلمة ختامية تشمل الإهداءات لعائلات منكم دميد منكم الحباب منكم والله تفاسك تنبارك إن شاء الله في لكم قاع سوار قرنس الأهلي وسبابة وسمان سننو غادي يعني نقول لهم فاسكة تنبارك أسنيني أسنيني فاسكة تنبارك لا لهم غيرك لا دبي دبي الترديس الغربة الغربة مزيون سيول ساخالي جد فاسكة تنبارك إن شاء الله إن شاء الله ربادي حرز إن شاء الله نبني دم زدغنا إن شاء الله دعوته لشبابنا لشبابنا قاع الحياه قاع الحياه نين دي بهاني لان الفكره الطريقه الطريقه ما خلنا خلنا في اخدام ما كي خلنا بني ازدار ما كي حنفرح ان شاء الله حياتك ان شاء الله ربما يحفظ ان شاء الله تفضل احمد عليك استاذ محمد كريم ختاميه مستهدي تفاسك ان شاء الله هسه هدي قاع واش يخص محمد عباز هدي غاشي لا فامي عباز لا فامي معريف لا فامي كاع سلماني لا نوصاني حمالك وين تتا داد واش سن محمد عباس من قريب ومن بعد كولا سني لغ تاع داوت تيغديح مدني لا ندفر الكاميرا ربي ان شاء الله ما كان قار ربي واش نقري الشقانس نربي واك مقري ان شاء الله تعاون فيهم ان شاء الله وجه التحيه مسق المدير الاعساس ان شاء الله ان شاء الله ربي رباني صفا ولا نسد الدعوه اللي غدعوا ان شاء الله يا ربي نقري اني فوسنا تفوسي امين ان شاء الله يحفظنا رب العالم ان شاء الله كل عام الامه الاسلاميه ان شاء الله ربك يحفظ ان شاء الله ولا تشكني مرحبا سقدمكم في كل وقت يعني تور ما نات وش ما نخطط في ان شاء الله ربك يحفظ ايتما ايتما ما كيت كان متزرم البلاطو الا نبي سي سطات في ان شاء الله عرك يعني ما كان قارد فاس كانكم تنبارك تاعكم انت نوبه ان شاء الله عكبان انت فاس كي انت ان شاء الله ربي يحفظ ان شاء الله ربي ربي يحفظ امزغنا يحفظ الجزائر ان شاء الله انزوا اللي كن احوف دم قارو ان شاء الله مع الفنان ابراهيم خزماتي الا ان نختم سي نوبه ان شاء الله